السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. معانا ده أول مرة جينا في القناة، ده كاسيت سانيو، عبارة عن شريط كاسيت وراديو متعدد الموجات اف ام و ام اس دبليو، اسمه دايناميك ساوند 3500. الموديل بتاعه ام 3500 كي، ام 3500 كي، صنع في اليابان. الجهاز وزنه 3 كيلو جرام، عرض الجهاز 30 سنتي في ارتفاع 23 في عمق 12، صنع في اليابان. ونشوفه مع بعض. This cassette is Sanyo Radio Multiband FM and DM and SW and Tape Model M3500K Made in Japan. نال زيارتي إلى محافظة المنيا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي أعضاء. إذا لمن الظالمين من آليات للعدالة والتعايش الإنساني. هذه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولى دين وميكرو. الأكثر واضح جدا إن اللعيبة المرة دي ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. في كل الأندية إنها توصل للعشر مراكز. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض إن شاء الله ينول إعجاب حضراتكم. ده كاسيت ثانيو راديو متعدد الموجات اف ام و ام اس دبليو، وشريط كاسيت. الموديل بتاعه ام 3500 كي، وقلنا وزن الجهاز 3 كيلو جرام، عرض الجهاز 30 سنتي في ارتفاع 23 في عمق 12، صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو ينال اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.